بين قصير ورميضان. هكذا ردد الأطفال الأغنية الرمضانية احتفالاً بفعالية القرقيعان التي قدم فيها الأطفال سلال الحلويات للزائرين. أنا جاية هنا موسم رمضان وجاية أوزع قرقيعان، وماما اختارت لي لبس القرقيعان هذا. الملابس اشتريتها بمناسبة رمضان، بعدين قلنا القرقيعان وجيت يعني هنا نسوي فعاليات فيها. بس وأنا اشتريتها هذه بذوقي أنا. ومن أجل القرقيعان تزين الأطفال باللباس الرمضاني التراثي واحتفلوا بالألعاب والأنشطة المخصصة لهم. أنا جاي هنا عشان أوزع قرقيعان وأنبسط وألعب. وانبسطت وكتمنى الله خير ولعبت وكل شيء، وعطوني قرقيعان وخلصت وانبسطت. والله جاي هنا موسم رمضان عشان قرقيعان، إيه، وعشان نستأنس نلعب ونجمع، إيه نلعب. صراحة موسم رمضان أحلى موسم مر علي، وإنه ذكرني بالأشياء التراثية، وحسيت إنه يوم التراث زي فعاليات الأطفال وغيرها من فعاليات الأطفال وتوزيعات الحلاوة وكل شيء حلو. لم يقتصر الاحتفال بالقرقيعان خلال موسم رمضان على تلك الأغاني أو الألعاب فقط، بل حضرت العادات التراثية كنقش الحنة لتزيين أيادي الفتيات بنقشات تتناسب مع شهر رمضان. من الرياض، شهد المتروك، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.